خلينا إيهاب قبل ما نروح لدوري الأبطال والنظام الجديد، هالاند ومحمد صلاح، كان بدايات هالاند بتقول إن هو صعب جدا حد هيحصله. السنة اللي فاتت الحقيقة عمل الجزئية دي، السنة دي كمان بدأ بقوة، لكن شايفين مع تطور أداء محمد صلاح الأمور بدأت تبقى قريبة شوية. شايف إزاي المقارنة أو الدويتو أو التنافس ما بين هالاند ومحمد صلاح على طبعا هداف الدوري الإنجليزي؟ أنا شايف برضو يا كابتن الموسم ده هيبقى فيه صراع قوي على لقب هداف الدوري الانجليزي. صلاح هيعود زي ما حضرتك قلت زي السنين اللي قبل كده 18 و19 وكده، هيرجع منافس قوي على لقب هداف الدوري الانجليزي. انا مش شايف ان هالاند فارق كتير، يعني امبارح لولا الهدفين اللي سجلهم كان هيبقى الفرق هدف واحد، حاليا اعتقد 13 و10 هالاند 13 فارق 3 اهداف دلوقتي وصلاح 10، وحتى الاثنين اللي بعد كده سون توتنهام وجارون بويد واستهام الاثنين 8. ففي في ضغط وفي منافسه قويه على لقب الهداف الموسم ده، مع الفارق اللي انا دي وجهه نظري قد تكون خطا، ان انا شايف ان محمد صلاح لاعب يحمل امال فريق بالكامل، وهالاند لاعب يخدم عليه فريق بالكامل. ده الفارق بينهم يا كابتن. انا شايف ان هالاند كل فرقه مانشستر سيتي بتخدم عليه الكوره تقريبا دلوقتي، كل الماتشات بنلاحظ انتوا ازاي تودوا الكوره يعني مثلا لهالاند، وهو كل الفرقه بتعمل كده. صلاح لا، صلاح هو الامل عند جماهير ليفربول، والامل عند المدير الفني، والامل عند اللعيبه، يعني بيحاولوا هو الحل الحقيقه هو دلوقتي. الحل الهجومي الابرز طبعا في الفرقه، فده مع الاختلاف بينهم شويه. هالاند طبعا لعيب قوي جدا، لعيب قوي جدا، وشفنا الهدف الثاني اللي جابه امبارح. صحيح، الاصرار ازاي عنده انه يجيب، يعني هو خد الكوره بالمدافع بكل حاجه ودخلوا بيها الشباك، حتى كان وقف الفار شويه يشوف هل ايده لمست الكوره قبل الخط، قبل ما تعدي الخط ولا لا، لان ايده لمس الكوره بس كانت الكوره تعدت خط المرمى، فطبعا تم احتسابه هدف. فالصراع بينهم قوي ومشتعل، هيحكموا النتائج بتاعه الفريق الفتره الجايه، هل مين فيهم مين في الفرقتين هيقدر يواصل الانتصارات وهيقدر يواصل تسجيل الاهداف.